لا شك إن العملية التي استهدفت المعسكر التاجي تعتبر تصعيد على مستوى المواجهة. المواجهة تنحصر بين التضارب الاستراتيجي الأمريكي والإيراني على الساحة العراقية، لأنه كما نعلم أن التوافق السياسي الأمريكي الإيراني مثلما أدت إلى تشكيل الحكومة الوزارية المنحلة الآن تعيش مرحلة التضارب الاستراتيجي بين الاستراتيجية الأمريكية والاستراتيجية الإيرانية، والعراق باتت مكان الاحتكاك المباشر لتلك الاستراتيجيتين. الأصابع الاتهام وفق البيان العسكري الصادر من قيادة العمليات العسكرية المشتركة تتجه نحو الفصائل الموالية للإيران، لأنه مسألة عدم التوصل إلى تشكيل كابينة وزارية وعوامل أخرى منها الأزمة الاقتصادية والأزمة الأخيرة ما يسمى بأزمة الكورونا، كلها أدت إلى تفاقم مجموعة من المشاكل العائقة والعويصة أمام الحكومة العراقية، وعدم قدرة المواجهة لهذه المشاكل وإيجاد بدائل وحلول مناسبة لمواجهتها. لا شك أن التضارب الاستراتيجي الإيراني الأمريكي تعيش مرحلة انتهاز فرصة اللادولة التي تعيشها العراق، والبدء بفتح نافذة جديدة حول التفاوض والتعامل الاستراتيجي بين الإيرانيين والأمريكيين على الساحة العراقية. ولكن الاستراتيجية الأمريكية التي تعيش الآن، وهل هذا معقول واقعيا أستاذ أرام في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها العراق؟ يعني ذكرت هذا التناقض أساسا ما بين المصالح الأمريكية والإيرانية في العراق، وهنا لافت بيان الجيش بطلبه بشكل مباشر من التحالف الدولي بعدم الرد أصلا على الاستهداف الأخير على قاعدة التاجي إلا بموافقة الحكومة العراقية. ألا يعتبر هذا انحيازا للجانب الإيراني بشكل أكبر؟ لا شك أن الاستراتيجية الأمريكية غير راضية تماما عن المؤسسة العسكرية العراقية، وذلك نتيجة لتواجد النفوذ الإيراني ضمن تلك المؤسسة، وخصوصا أن مواقع الاستهداف قد بدأت في منطقة تخضع أمنيا لسلطات قيادة العمليات الأمنية المشتركة في العاصمة، ولذلك هناك أصابع اتهام متوجهة إلى المتواطئين ضمن المؤسسة العسكرية لهذه لمساندة هذه العملية، لأنه طبيعة ما تم الحصول عليها ما يزيد على سبعة منصات صواريخ التي تحتوي كل منصة على 12 صاروخا من نوع كاتيوشا، قد تمت إعداد لها هندسيا، ويعني عملية هندسية عسكرية مدروسة تحتاج إلى الإعداد المسبق، ولذلك وداخل منطقة تحظى بسيطرة أمنية من قبل قيادة العمليات العسكرية المشتركة، لهذا يعني من المتوقع أن توجه الأمريكيين أصابع الاتهام إلى المتواطئين ضمن هذه المؤسسة مع تلك الفصائل. نعم، إذن ما هي الأسس التي قد يبنى عليها أو القواعد التي يؤسس عليها تغير ما قد يطرأ على توازنات هذه العلاقة الأمريكية الإيرانية على الساحة العراقية كما أشرت أستاذ أرام في المرحلة المقبلة؟ صراحة الإيرانيين ونتيجة عدم التوصل ضمن لقاء الزيارة الأخيرة للسيد شمخاني إلى العراق وعدم توصلها مع الفصائل الشيعية لنتيجة معتبرة التي تبنى عليها رص صفوف البيت الشيعي وملء الفراغ مرحلة اللادولة التي يعيشها العراق، ربما أدت إلى تغذية محاولة رص الصفوف وفقا للنفوذ المهيمن من قبل الفصائل أو الميليشيات الشيعية التابعة للنفوذ الإيراني في العراق. لذلك بالإمكان قراءة يعني قراءتها على أنها بداية محاولة إيرانية لفتح نافذة جديدة للتفاوض مع الأمريكان حول
تواجد الأمريكي أو الإيراني على الساحة العراقية. وبالمقابل الرد الأمريكي أنا أتوقع سيكون مدروسا ولن تكون ضمنها فوات عسكرية أو أخطاء استراتيجية، لأنه الموقف الأمريكي الآن وخصوصا في مرحلة الانتخابات المقبلة لا تفسح المجال لهذه الخطأ الاستراتيجي. لذلك هناك توقعات بأن الاستياء من قبل الأمريكان للنظام السياسي الحالي في العراق والتواجد الصاعد للنفوذ الميليشياوي التابع للنفوذ الإيراني في العراق ستكون ردا حاسما وقاسما أو إذن. ستكون هي مرحلة إذن المشهد مرتهن بحساسية المرحلة الانتخابية بالنسبة لأمريكا وصعوبة الوضع الداخلي في إيران. أنا أشكرك جزيل الشكر الباحث والحقوقي أرام حاجي، هذا ما سمح به الوقت، حدثنا مباشرة من السليمانية.